شوف انا واكبت كل طبعات المهرجان الجزائر الفيلم الملتزم، اعتقد انه ناجح بانتقائه للافلام وللضيوف. مهرجان الملتزم اليوم يعتبر بتقديري الوحيد الذي قادر او استطاع ان يجمع بين شيئين هامين، هم الاول الجمهور، يعني كما نلاحظ انه دائما هناك اقبال كبير منذ الطبعه الاولى، وايضا من نوعيه الافلام. يعني اليوم سنشاهد فيلم الغريب، هو فيلم فلسطيني، فيلم قادم من مهرجان فينيسيا وهو مرشح فلسطين للاوسكار لهذه الدوره 2023، فبالتالي فرصه هامه جدا، بوابه مهمه جدا. ايضا هناك افلام اخرى، هناك الفريق الكامل لرشيد بوشارب من مهرجان كان الى الجزائر وثم الى قاعات السينما بحضور النجوم، يعني رضا كاتب، لينا خضري، قسيمي، كلهم سيكونون موجودون متواجدون، بالاضافه الى المخرج رشيد بوشارب الذي هو صديق المهرجان بالدرجه الاولى. فاعتقد انه هذا المهرجان جيد جدا، له خصوصية وعلى المستوى الشخصي له معزة خاصة.